السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامج سبيشال كار. سيارة اليوم مو عادية، سيارة مصنع اسمها برو درايف هانتر، برو درايف الصياد. هاي سيارة للإنتاج التجاري، تقدر تسوقها على الشوارع العادية أوف رودينج شو ما بدك. رح نشرح تفاصيل هذا الوحش الحصري. فقط 25 سيارة على مستوى العالم رح يتم إنتاجهم لمدار 3 سنوات. سعر هاي السيارة 1,250,000 باوند. قبل ما نبلش حلقتنا، مو عامل اشتراك ساوي اشتراك، فعل الجرس واعطينا لايك وانشر الحلقة بين اصحابك، وبسم الله نبدأ. هيا بنا. أثناء مشاهدتك للحلقة أعطينا تقييمك للسيارة من 100. شاسي السيارة عبارة عن حديد، شركة برو درايف اشتغلت عليه بشكل كتير كبير. هذا الشاسي مصنوع من الحديد صلب جدا في عدد كبير من القواعد والوصلات، مشان جسم السيارة يكون صلب وثابت. كل عجل له مصات صدمات 2 مزدوجين، يعني في 8 مصات صدمات رايجر. جنوط السيارة شايفين حجمهم 17 انش، عجلات بيف جودريتش قوية جدا بالأوفرودينج. المحرك يعتبر أمامي وسطي موجود هون في الأسفل مشان يحسن بالانس السيارة. السيارة عليها سيكوينشال جير بوكس موجود خلف الماكينة تقريبا داخل السيارة. 6 سرعات. شايفين هون ما في مرايا للسيارة، عبارة عن كاميرات. استركتشر السيارة بالكامل مصنوع من الكربون فايبر، اشتغلوا على الهاندلينج تاع السيارة والايروديناميك تاع السيارة. الهواء اللي بدخل للتبريد موجود في الأعلى، هذا بعطي الروديتر عملاق موجود بالخلف مشان يبرد كل السوائل الموجودة بالسيارة. في المنتصف هون الفتحة للإير انتيك، فلتر الهواء للمحرك. المحرك 3500 سي سي V6 تاع فورد إيكو بوست، ولكن معدل بالكامل بولد قوة 600 حصان وعزم الدوران 700 نيوتن. هذا المحرك بالكامل كل داخليته معدلة بالكامل، والتيربوهات معدلين، وزي ما قلنا الجير بوكس سيكوينشال معدل. كل شيء بهاي السيارة، كل انش كل ملي بهاي السيارة يعتبر معدل. هاي السيارة خلاصة سيارة رالي، سيارة دكار، البطل سيباستيان لوب طور هاي السيارة حدثها، وشركة برو درايف اعطتك منتج انه هو هذا المنتج النهائي اللي انت تشتريه تسوقه على الشارع او تدخل اوف رودينج. كل الظروف اللي بدك تسوق عليها هاي السيارة قادرة انه تمشي عليها بكل سهولة. وزن السيارة 1800 كيلو، مو خفيف ولكن صلب جدا قوية جدا، تتحمل كل الظروف الممكنة كقيادة وعرة. معلومة سريعة، شايفين هاي فتحة الباب، هاي مأخوذة من الأستون مارتن فانتج، وحتى الأضواء الخلفية أستون مارتن فانتج. شايفين السبويلر العملاق، ايروديناميك حركات، كل داخلية السيارة بالكربون فايبر، كراسي من الكربون فايبر، شاشة وسطية حجمها 9 انش فيها بلوتوث وبتشتغل باللمس، والشاشة الأمام السائق كأنك جالس بسيارة سباق بحتة. طبعا لا ننسى البريكات تحت السيارة الأمامية، اي بي ريسنج بريك بادز وكاليبر، وحتى الديسكات البريك بالأمام وبالخلف. بالأمام 6 مكابس، بالخلف 4 مكابس. تنك البترول تحت هاي السيارة نسخة إنتاج اللي أنت بإمكانك تشتريها للشارع وكل الظروف، 200 لتر تاع السباق، أعلى بكثير من هذا الحمولة مشان أنت تقطع فيها مسافات مو عادية. هاي السيارة بشكل سريع ناخذكم اكشن، تسمعوا صوت السيارة، تشوفوا ادائها. سيارة مذهلة حصرية جدا، تستحق تكون سبيشال كار لعيون متابعين عرب جي تي. تبحث عن سيارة بدك تشتريها، الامور بسيطة وسهلة. زور موقعنا سيارتي.com، عدد كبير من السيارات بعدة فئات، رياضية، سبور، فخمة، كوبيه، 4 ابواب، الامور طيبة. زور موقعنا، الرابط موجود بالوصف.
كل شكر لشركة برو درايف أعطوني هاي الفرصة مشان نجرب السيارة ونعطيكم ريفيو خاص تشوفوا هاي السيارة. عندك سيارة مميزة، عندك سيارة سبيشال، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام وإن شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك ببرنامج سبيشال كار. نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. في أمان الله.